نتواصل أيها الحفل الكريم، وتحياتنا لكل الحاضرين. تحية الإسلام الخالدة دائما. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا الانطلاق وهذه التحديات الجميلة على أرضية هذا الميدان. تواصل أشواطنا في هذا الانطلاق، وينطلق الشوط العاشر في تواصل هذا الصباح، الشوط العاشر الخاص بالمهجنات ذلل أبناء القبائل في هذا الأداء وفي هذا الانطلاق في هذه التحديات الجميلة على أرضية هذا الميدان. المهجنات انطلقت في الستة كيلومترات مع شعارات أبناء القبائل، مع هذا الاندفاع الجميل، ميدان المرموب في الجزء الثاني من ختام المرموم، وانطلاقة الكبار والرقص مع الكبار في أرضية هذا الميدان. نسير مع مقدمة الشوط، وهذه الشايبة من تقود المشاركات، وتنطلق بالمركز الأول محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي هي اللي في المركز الأول، بينما تليها بالمركز الثاني الوجبة جار الله بن محمد بن عقيل المري، تنطلق على ثاني المراكز. والمركز الثالث تاتينا الفائزة بدورها، تقدم الأداء الجميل، والسالم بن عمر العامري زميلنا متواجد كذلك ومقدم الفائزة في هذا الشوط. نتمنى له الفوز وناموس. روح يا أبو عمر روح. نقل على المركز الرابع في هذه اللحظات، وأقول المركز الرابع تاتينا المسك وراشد بن ناصر بن حباب الهاجري على رابع المراكز. والمركز الخامس هناك في خامس المراكز، هذه تاتي الجازي اليازي وسعد بن عبد الله بن سند المسيفري متواجد مع اليازي في خامس المراكز، بينما المركز السادس أسير مع سادس المراكز، وهذه غنايم تعود ملكيتها لأحمد بن سهيل بن حربي العامري على المركز السادس. سابع المراكز هناك الوصول الصحراء مشاهدين العزاء، محمد بن علي بن عيف هي اللي في المركز السابع والثامن المراكز، تواجد مع شواهين عبد الله بن مظفر بن محمد العامري يقود شواهين، وهناك أيضا اسم يتجول لطامة تعود ملكية السالم بن علي بالصعاق المري. والمركز العاشر هناك الأسماء القوية مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك شعار بعتيج بن سانة أحمد بن عتيج بالعرطي وأحمد بن مسري بالعرطي هي العاشر. في هذا الانطلاق وهذا التواصل الجميل على أرضية هذا الميدان، العشر المراكز مشاهدينا الأعزاء في شوطنا العاشر في أشواط هذا الصباح، وانطلاقة هذا الصباح في هذا الأداء الجميل والتنافس ما بين المراكز المتقدمة على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام، هناك الأسماء القوية وهناك الانطلاقات الجميلة على أرضية هذا الميدان، وهذا التواصل الجميل. نعود إلى مقدمة الشوط وهذه الوجبة جار الله بن محمد بن عقيل المري هي من تقود المشاركات، ولكن المرافق لها في هذه الرحلة الجميلة في هذا التنافس اللي تنافس الوجبة على الناموس اللي هي الشايبة محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي. ركز يا النيادي مع هذا الانطلاق والاندفاع. ثالث المراكز الفائزة زميلنا سالم بن عمر العامري، يا سلام، يتواجد ويشارك. نقل إلى المركز الرابع المسك راشد بن ناصر بن حباب الهاجري في رابع المراكز، بقول خامس المراكز، هناك الاندفاع والانطلاق ياتي من قبل اليازي وسعد بن عبد الله بن سند مسيفري. الله، يا سلام يا سعد يا بن سند يا اخوي، هناك مع المقدمه مع المركز الاول. نقل الى المركز السادس والسادس المراكز، بقول تاتينا غنايم احمد بن سهيل بن حربي العامري على المركز السادس،
الله يا سلام يا سلام، بن حضيرم هناك القادم، بن حضيرم بن حضيرم مشاهدينا متابعينا الكرام هناك يتواجد مع سلهود، سلهود بقول محمد بن سالم بن حضيرم الاكتبي. يا سلام الشوط، الشوط مع زملائنا المعلقين هناك ابو عمر وهنا بن حضيرم يتواجدون بالمشاركه سواء كان في التعليق او في الميدان. يلا يا ابو سعود ركز 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 يا اخوي، نقله على المركز الثامن، وفي ثامن المراكز تأتي الانطلاقات ويأتي التحدي من الشايقة، الشايقة عتيق بن مسري بالعرطي هو اللي ينطلق مع الشايقة في هذا أي الاندفاع وهذا الانطلاق. العودة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام وهناك الانطلاق، نكمل النداء في ثامن المراكز وبقول في المركز الثامن هذه شواهين عبد الله بن مظفر بن محمد العامري في هذا الاندفاع والانطلاق، وتاسع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام هناك التواصل الجميل في هذه اللحظات من قبل الذيبة محمد بن محمود بن عبد الله هي اللي تنطلق على المركز التاسع وعاشر المراكز، عاشر المراكز هذه الظبي الظبي لصالح بن حمد القمر المري، هذه العشر المراكز في النداء الثاني في مسار هذا الشوط، ومع ذلل ابناء القبائل المهجنات الستة كيلومترات ميدان المرموق راشد دبي ريسنج مشاهدينا متابعينا الكرام 2011 في هذا الانطلاق في الختامي، الرقص مع الكبار يحلى ويزين والعوده بعد العشر المراكز الى المقدمه، ولا زالت اللي تقود المشاركات وتندفع بقوه، لا زالت الوجبه، الوجبه جار الله بن محمد بن عقيل المري البرنس، هذا هذا البرنس اللي يتواجد دائما يتواجد ويقدم كل ما هو جديد.